96 97 98 99 100. الحمد لله فلوسك تمام يا عم حفيظ. 100 100 بس عدم المؤاخذة حمو اخويا كده ناقصين باكو. ليه بقى؟ ما انت عددهم على دايما ليه؟ فلوس الشقة تمام التمام بس معلش من غير ما تزعل مني يعني اللي جايب لك الشقة دي سمسار ولا طبيب أسنان؟ لا أنت اللي جايب لي الشقة. خلاص يا معلم يبقى ليا حق السمسرة. سمسرة إزاي؟ سمسرة على شقتك؟ والله لو كانت شقة أمي حتى معلش الشغل شغل وعشان الهابي طيب يفضل هابي طيب ده حق المكتب. خلص أخويا دول زمانها قلبة الدنيا عليكوا على ابنها. شش بابا شش صراحة بقول لك إيه؟ خد الست دي واقعدوا في حته بعيد عني. ها آه عم الشباب والرياضه هتخلص وتجيب من الاخر ولا نظامه. تحب تاخد فرصه تفكر ولا عايز تستعيذ بصديق؟ لا انا هستعيذ بالله منك. استعيذ يا اخويا وهب. الحقني يا عادل. ايه في ايه؟ مالك؟ عبد الحفيظ جه خد الواد وما اعرفش راح بيه فين. عبد الحفيظ خد الواد؟ خد الواد ازاي؟ هو جه هنا؟ ايوه ودخل عليا اخويا بالحنجل والمنجل وقال لي هنزلوا بالواد للحلاق واشتري لكم اكل السمك وارجعوا اوان. يا شيخة وقعت قلبي خليتيني اسيب جلسه مهمه جدا في المحكمه واجي لك على هنا. اقول لك ايه؟ اعملي لي شاي. شاي؟ شاي ايه؟ انت هتقعد؟ عايزاني اعمل ايه؟ تيجي معايا نشوف الراجل ده خد الواد وراح فين؟ نشوفه ايه يا تهاني؟ مش قال لك هيجيب اكل السمك ويرجع؟ الكلام ده من 4 ساعات وزياده. انت عارفه جوزك عبد الحفيظ تلاقيه فات على المكتب او خد زبون يفرجه على شقه. اقول لك اتكلمي على المحمود. مقفول والقرشانة مراته ما بتردش على التليفون. ما تقلقيش زمانهم جايين. ما قلقش ازاي؟ بقولك ايه؟ خليك انت هنا وانا هنزل اشوفهم راحوا فين. ايوه يا تهاني هيكونوا راحوا فين يعني؟ قلبي ما بيخش عليا حاسه ان في ملعوب بيتم من ورايا. ده كرشني من كام يوم من المكتب. منين بقى كرشني ومنين جاي دلوقتي يتحايل عليا ويقول لي معلش واللي انت عايزاه هيمشي. اقطع دراعي لو ما كان بيخطط لحاجه. انا مش هستنى اكتر من كده. 600 جنيه اهو ده اخر كلام معيش غيرهم. خد حر ونار في جدتك. مقبوله منك يا صليت النساب وبلاقي بذمتك 400 جنيه تاني. بقول لك ايه؟ انا هنزل على القهوه اشد لي شجره حجرين على دماغي اللي انت بوظتها. تكون انت والمدام والعيال دلبيتوا بقيت حاجتكم واتكلتوا على الله. 5 دقايق بكتير وتيجي تستلم الشقه. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تعالى شقه السعد والهان عليك وعلى عيالك. الله نجم هات بقيه الحاجات عشان نتكل على الله. ايه شنطه واحده اللي باقي؟ طب بقول لك ايه؟ خد الفلوس دي اكفسيها جامد جوه الشنطه وما تسيبيش حاجه وشيل عده التليفون. حاكم ده راجل نت الخساره فيه. طب هات دول. اوعي ده انت ولي عديمه الزين الصحيح دول حق المكتب الهابي طيب. يلا اوعى كده. يلا بابا واحنا رايحين على فين؟ هقول لك بس لما نمشي من هنا. تمشي تروحوا فين يا عم حبيبي؟